في ترندز النهارده هكلمكم عن حاجه مهمه جدا للستات في الصيف، ايه المايوهات؟ هكلمكم عن ازاي تقدروا تختاروا المايو المناسب ليكم حسب اللون. اول حاجه نختار خامه تكون مريحه عشان واحنا لابسين مايو كده ما نبقاش قاعدين وحاسين ان احنا مش مستريحين، دي حاجه مهمه قوي. حاجه تانيه بقى ان المايو لو في نقشات ما يكونش من فوق لتحت نقشات، تبقى زحمه جدا، خليه من فوق يكون في نقشه لذيذه، وممكن من تحت يبقى عليه ليجنز اسود او نصه التحتاني يبقى حاجه ساده بحيث من فوق يكون ملون ومن تحت ساده، او يبقى مثلا عليه الكاش مايو هو اللي يكون ساده عشان بس الموضوع ما يبقاش زحمه زياده عن اللزوم. ممكن بقى نلبس معاه شنطه لذيذه، شبشب لذيذ، حاجه كده فيها فكره، بس بلاش كده ايه نبقى من اولنا لاخرها ايه الوان كتير مختلفه. في براند مصري اسمه بابلا عندها مايوهات حلوه جدا، يعني بص ده مثلا ابيض في اسود في روز، في نقشه كده من فوق لذيذه، ومن تحت ليجنز اسود ساده بس عليه الكفر اب الروز ده اللي هو الكاش مايو، فانتوا عشان كده يمكن مش واخدين بالكم ان من تحت ساده، بس هو فعلا ساده حلو جدا، مفيش زحمه زياده عن اللزوم، والالوان هاديه وحلوه ومتناسقه مع بعض. وفي برده ده كمان الموف في اصفر، خطير، انا شخصيا عجبني جدا، الوان فاقعه وحلوه وفي نفس الوقت الدرجتين مع بعض لزاز ومش تقليدي قوي، فده برده حلو جدا من براند بابلا. وفي ده مثلا كله الوان كتير مختلفه من فوق، حلو كده ولذيذ وصيفي، ومن تحت ليجنز اسود ساده عشان ما يبقاش زحمه زياده عن اللزوم. او مثلا الفوشيا، الفوشيا ساده ده حلو قوي، ده ممكن نعمله ماتشنج مع ليجنز سودا او مع فوشيا زي، يبقى كله نفس اللون، حلو قوي الكلام ده. دي بقى الحاجات ايه الميزه في المايوهات، ان احنا ممكن نعمل ميكس اند ماتش، نغير مره يتلبس باسود من تحت، مره نفس اللون كله من اوله لاخره، ممكن نختار لون تاني خالص مع الفوشيا يبقى لون من تحت غير اللون اللي فوق. دي بقى الميزه ان احنا ممكن نغير ونفكر نعمل حاجات مختلفه كتير من نفس القطعه. في براند مصري اسمه جلو عندهم مايوهات لذيذه جدا، يعني بصوا مثلا الروز الفاتح ده حلو قوي، ساده خالص من فوق ومن تحت، في زي حركه كده من هنا، فكرته لذيذه، حاجه بسيطه وهاديه، وفي نفس الوقت ممكن نعمل له ماتشنج مع شنطه لذيذه مثلا، شبشب لذيذ، شويه اكسسوارات كده واحنا قاعدين على البحر، كل دي حاجات تبقى لذيذه وممكن نغير فيها كل مره، يعني المره دي لابسين المايو ده عشان هو ساده مع حاجات معينه، المره اللي جايه مع حاجات تانيه مختلفه تحسسكم ان هو اساسا طقم تاني خالص ومايو مختلف خالص من كتر ما انتوا غيرتوا في التفاصيل اللي حواليه. او برده اللي هو لونه اخضر فاتح من نفس البراند المصري اللي اسمه جلو، حلو قوي. درجه الاخضر دي بقى كمان يا جماعه حلوه جدا، هاديه كده وسيمبل وبسيطه، فعلا عندنا براندز مصريه بيعملوا حاجات حلوه كتير جدا.